كابينو عادل عبد المهدي لدور في شهرين قوارين سياسي دبارة كما ترسيد عد دبوري تنو دبيشا كيدا خو بايمانيا تشاك سازي و آباهي كنين راضيهينين كونا بيتسالوك حكومة بوچونين خلصات برلمان بسابينيت والرسالة التي وصلت للسيد پيام جهشت يسالوك جواتا وزيران رهن و اشكره ده هر باره كده دموقراسي نابه بوچون خل برلمان بسابينين اگر بويكوتو رونشتنا برلمان بيكه ما ترسي رايانين سياسي او اگر قوارين سياسي تنفخو دا بيكنهن بو تمام كرنا كابينو حكومتا مهدي دا عراق براب بوشاياكا دستوري دا چيت العقبات اللي تواجه دكتور او اوسانجن كوبرنكاري حكومه عادل عبد المهدي بن كوتلين سياسينا او كاريوان كوتلين سياسي او كوفان اوسانغان سناي بكن داكو اف كابينه بهتا بوراندن جبركو باور بيندان كابينه وتغيروبون حكومه ولاتيه فشار النفخ كاريجر يخلص بكينان حكومه العراق حبنا لي فشار النف دولتي جي كاريجر يغيروبون حكومه العراق لدروي عراق دبينين ك فشاري جورا جورا هي لسر حكومتي عادل عبد المهدي فشاري إيرانية كانية فشاري أمريكية كانية فشاري دولتانينا وشكهر يكوب في مصالحي خوي لسر حكومتي كهية وهم لا يقدروا بأراسيك برواك لمصلحتي خوي بك من بيوم ما لدواجارة لمصلحتي عراق نابت هرچند قوانين سياسي راضيين كو عادل عبد المهدي آزاد أبو دست نشان كرنا وزيرين كابينة خو لدى خازين سياسي بيچوانا بون ووقت تدير كرن كسلوك وزير العراق آزاد نينا دديار كرنا بربجيرن كثير منهم صرح رانيا وراجع هندن كسلوك وزير آزاد أبو ديار كرنا بربجيرن كابينة وزارته لراستي نيازك سفاندن هبو داري لهمبر سلوك وزير بگرن بودس نشان كرنا كابينة خو يا تمام كرنا حكومته حتى نها بار السياسي العراق برف آلو زيادة چيتن وقوالين سياسي جي وقت تقوتن الديف برجواندين خودانا نوكر ديف برجواندين قشتي دابن لبغداد نزار عبد الله دنجي امريكا